السلام عليكم أعزائنا طلبة ثانوية المتميزين، نرجع نكمل المحاضرة الثانية chapter 1. اتطرقنا في المحاضرة السابقة إلى التراكيب الأساسية اللي تتكون منها الخلايا الحية اللي هي cell membrane، وعرفنا الوصف والوظيفة والسيتوبلازم، أيضا الوصف والوظيفة والنيوكليوس. موضوعنا لهذا اليوم هو العضيات الغشائية التي توجد في الخلايا الحية. العضيات هذه تشمل، أيضا راح ناخذ جدول معين اللي هو التركيب والوصف والوظيفة. عندي الآن ريبوسوم، نون ممبرنس أورجانول composed of RNA and protein. Then what is the chemical structure of ribosome, RNA and protein? The function is synthesizes protein. The function is synthesizes protein. الجزء الثاني، العضو الثاني، العضية الأخرى، endoplasmic reticulum اللي هي الشبكة الإندوبلازمية أو الشبكة البلازمية الداخلية. Network of internal membrane، شبكة من الأغشية الداخلية internal membranes. Extending through the cytoplasm، تمتد خلال السيتوبلازم. Materials، material productions and transport، إذن نقل المواد داخل الخلية. العضية الأخرى Golgi complex، stacks of membranous sacs، تجمعات من أكوام غشائية من أكياس صغيرة. الوظيفة formation، packing and secretion of exportable materials. العضية الأخرى mitochondria، double membranous، تكون عضية مزدوجة الغشاء. Organelles inner membrane is folded. Double membranous organelles، عضية مزدوجة الغشاء، والغشاء الداخلي يكون ذو طيات. Powerhouse of cells، تكون وظيفتها بيوت الطاقة في الخلية. Produce ATP energy، تنتج الطاقة. العضية الأخرى الموجودة سنتروسوم، membranous structure composed of two centrioles، تتكون من مريكزين، تتكون من مريكزين. وظيفتها help cell division، تساعد في انقسام الخلية. العضية الأخرى لايسوسوم، membranous sacs containing digestive system، enzyme. إذن membranous sacs أكياس غشائية تحتوي على أنزيمات هاضمة، وظيفتها intercellular digestion، الهضم داخل الخلايا. العضية الأخرى vacuole، membranous sacs containing organic and inorganic molecules، وظيفتها store materials، خزن المواد، كأن تكون هذه المواد waste or water. لما يذكر من عندي الوظيفة هذا حقل الوظيفة، لكن لما يذكر من المسؤول عن الـ intercellular digestion، الهضم داخل الخلية، راح أذكر له الجسيم الحال. إذن من يذكر لي الوظيفة ويقول لي من المسؤول عن إداء هذه الوظيفة، أذكر له العضية، لكن من يذكر العضية ويريد الوظيفة هيعرفها، بس من يذكر لي الوظيفة إذن هو يريد العضية بالسؤال.